حاجه رئيسيه يعني تنتقل من من محور الى تخوف. نعم. كان تخوف. نعم. لان هي انت عارف مفتاح الدول العربيه ومفتاح الشرق. نعم. الاوسط وافريقيا. نعم. والكلام ده كله. طيب سيد عبده مباشر يعني في نعم. الكلام في الكلام عن التجسس الاسرائيلي او اجهزه الاستخبارات الاسرائيليه من ضمن ما تذكروه طبعا جهاز الموساد، الجهاز امان الشين بيت، ولكن اتوقف عند وحده الدراسات السياسيه. يعني ما مهمه هذه الوحده؟ حضرتك احنا اتفقنا ان المعلومات هي الاساس. نعم. انما المعلومات دي لازم يتم الاستفاده منها ازاي. اهم وسائل الاستفاده من المعلومات ان تخضع للدراسه والتحليل. نعم. فوحده الدراسات أو وحده الابحاث والدراسات بتاخد الماده الخام وتحولها الى تحليلات تصل منها الى استنتاجات. نعم. الاستنتاجات دي بتقود الى وضع بدائل. البدائل دي بتوضع قدام صانع القرار عليه انه يختار البديل المناسب او الانسب للسياسة اللي بيرغب في تطبيقها. نعم. طيب ايضا هذه الوحدة من مهماتها مثلا تجنيد سياسيين دبلوماسيين معينين مثلا؟ التجنيد بتقوم به وحدات اخرى. انما هذا لا يمنع ان الوحده دي او الناس بتوع الوحده دي يشتركوا في اعمال مماثله. نعم. طيب في الصفحه 244 تقول بالحرف بان الجاسوس المعروف إلي كوهين تم اكتشافه بالصدفه. يعني لابد هنا من الحديث عن هذا الجاسوس المعروف وكيف تم اكتشافه عن طريق القراءة بإحدى الصحف كما تقول. إيلي كوهين أو كمال أمين ثابت كانت بداياته مع عملية جون دارلينج في مصر. نعم. إنما لم تكن هناك أدلة تدينه. فالراجل خرج من مصر الى اوروبا ومن اوروبا الى اسرائيل وتطوع او جند في المخابرات الاسرائيليه، واخيرا تم ان احنا هنزرعك في امريكا اللاتينيه وتتسلل الى الجاليات العربيه ثم بعد ذلك تصل الى دوله عربيه ولتكن سوريا. نعم. في الارجنتين وطد علاقاته بالجالية العربية هناك وأبدى تحمسا شديدا للقضية الفلسطينية وقضايا التحرير والقومية يعني العربية. من مهماته هو رسم أو المخابرات الإسرائيلية وضعت له ساتر جيد واستطاع أن يصل إلى قمة الحلقة الضيقة على قمة الحزب والسلطة في سوريا. نعم. صورته كانت موجودة عن في جهاز المخابرات العامة المصري. فالراجل بيزور الجبهة مع القيادة الحزبية السورية والقيادة العسكرية السورية. فالراجل المصري اللي شاف الصورة قال الوش ده أنا فاكره. فرجع للأرشيف واكتشف التطابق ما بين كمال أمين ثابت وإيلي كوهين، وتقرر في النهاية أن هذه المعلومة لا ترسل عبر الطريق الدبلوماسي ولكن مندوب يصل لإبلاغها للمسؤولين السوريين. وهكذا تم إلقاء القبض على الجاسوس إيلي كوهين في دمشق. وهكذا كان. طيب سيد اللواء جمال المنظومة، يعني ربما عمليات كثيرة أو جواسيس يتم اكتشافهم عن طريق الصدفة كما حصل، أنه ضابط مصري يقرأ في صحيفة وإذ به يكتشف وجه إلي كوهين.
يعني هو شيء عادي الحقيقة. يعني ممكن حضرتك من سؤال، يعني سؤال ممكن يطرح على أحد الناس اللي هي يعني زي ما تقول على دراية بالأمور كويس، يكتشف إن إيه الحكمة من السؤال ده. يعني يكون واحد بيسأل سؤال زي ده 100% يكون له خلفية، ما بيسألوش كده استعباطا يعني أو سؤال عادي كده. وأنا برجو أرجع لحضرتك لموضوع دائرة البحوث السياسية اللي في وزارة الخارجية في إسرائيل الحقيقة، لأن يعني المعلومات بالنسبة لإسرائيل يعني عنصر رئيسي في حياة الدولة ككل، السياسي والاقتصادي والعسكري والاجتماعي. ويمكن أنا أفكر حضرتك أن بعد عدوان 67 مباشرة طرح من إسرائيل عدة مشروعات للتعاون الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، اللي هو امتدادا لفكرة الشرق الأوسط اللي طرحه شيمون بوريس في شيمون. وكان فيه يا سيد الفاضل معلومات تفصيلية عن كل مشكلة موجودة في الوطن العربي. نعم. في مصر في إيه، في سوريا في إيه، في لبنان في إيه، في المملكة العربية السعودية في إيه. فهذه المعلومات كلها كانت إسرائيل مستقاها، سواء كان من وسائل علنية أو سواء كانت بالجواسيس. وبعدين إسرائيل بتستفيد من هذه المعلومات في نقطة عايزين نقولها. يعني من لما نيجي نسأل حضرتك سؤال وإحنا بندرس عن علاقة إسرائيل بأفريقيا، بنقول إن يعني إيه الهدف من هذه العلاقة. أحد أسباب الهدف من علاقة إسرائيل بأفريقيا أو بدول العالم كلها هو محاربة الدول العربية في علاقاتها التجارية مع هذه الدول. يعني ممكن تبص مثلا تعرف ايه، ان في علاقات تجاريه واقتصاديه ما بين مصر مع دوله افريقيه. اسرائيل تخطط الى ان تكون لها احلال لهذه العلاقه. يعني مصر بتصدر قطن سي لاوغندا، لا اسرائيل تبحث كيف ان هي تدخل في تصدير هذا القطن وتبعد مصر عن وتضرب العلاقات المصريه مع افريقيا. يعني هي بتخطط للمعلومه دي عنصر حيالها. ولعل المثل الواضح موضوع دورها في موضوع حوض النيل في الوقت الحاضر موضوع المي. نعم. وهذه يعني طبعا تعيشها دول المصب ودول المنبع. الان بالزبط. طيب سيد عبده مباشر، يعني في الصفحه 47 من الكتاب تقول بان هناك تنسيق تام بين اسرائيل والولايات المتحده في مجال تنسيق المعلومات، كيف تشرح ذلك؟ وده حقيقي. نعم. وده حقيقي لأن إسرائيل ليست أكثر من حاملة طائرات على الأرض بالنسبة للولايات المتحدة. نعم. أو تقدر تعتبرها ولاية من الولايات الأمريكية، أو تقدر تعتبرها قاعدة أمريكية متقدمة، اعتبرها واحة للديمقراطية. نعم. على المستوى الغربي اعتبرها أي حاجة. إنما هناك اتفاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ولو نظرنا مثلا إلى مبادرة الدفاع الاستراتيجي اللي هي SDI أو حرب النجوم، هتتبين أن الولايات المتحدة خصصت ميزانية لكي تشترك إسرائيل في هذه المبادرة. نعم. أو في هذه المبادرة أو هذا سباق التسلح المتقدم. نعم. فإسرائيل تنسيق مش تنسيق معلوماتي، ده تنسيق على المستوى الاستراتيجي بين الدولتين. نعم. طيب أيضا يعني تقول في الكتاب سيد عبده مباشر أن الإسرائيليين على سبيل المثال يعني يدرسون الطباع النفسية للقادة السياسيين، لقادة الأحزاب، للأقليات أيضا. يعني ربما هنا من المهم أيضا تسليط الضوء على الإفادة الإسرائيلية الاستخبارية من هذه المجالات. سيد الفاضل، دراسة الشخصية خاصة إذا كانت شخصية القائد، أنت بتحاول تتوقع رد فعله أو تتوقع فعله القادم.